مساء الخير متتبعي موقع لوسي تنفو في حلقة جديدة من برنامجكم الوجه الآخر. ضيفة الحلقة اليوم هي إعلامية كطاقتكم كل صباح، كتمنحكم الطاقة والحيوية وتصدروا أنكم تودوا يوم مليء بالسعادة والمرح. هي الإعلامية إلهام زيدوحية إذاعة أم أف أم. مرحبا بك إلهام. مرحبا بك ريم، ومرحبا بالمتتبعين ديال موقع لوسي تنفو، وشكرا على الاستضافة. العفو، مرحبا بك مرة أخرى. الكل كيسمع الإلهام زيدوحية، كيتابعك في منصات التواصل الاجتماعي، ولكن ما كيعرفش هذه الإعلامية كيفاش دوزت الطفولة ديالها، الأسرة اللي تربت فيها، وشنو كذلك المسار الدراسي ديالها من بعد البكالوريا. طفولتي عشتها كلها، وحتى لدابا انا في مدينه الدار البيضاء. كبرت وترعرعت وتعلمت بزاف ديال الحوايج في واحد من الاحياء الشعبيه ديال هذه المدينه، هذه اللي هي المدينه القديمه. انا وحده من اربعه ديال الخوت، اخ اكبر وثلاثه ديال البنات، انا هي الوسطانيه فيهم. كنت مشاغبه، كنلعب تنجري وأميم طون تنقرا، هادشي اللي ما كانش مفهوم ليهم. كنت كليت العصا لحقاش، كنت كندير الشغب بزاف. لعبت البي، لعبت البشكليطه في الزنقه، كانوا تيقلبوا عليا في نياره، في كنت في الدرب كتلعب، وبزاف ديال الحوايج كان عزيز عليا. نتعرف على الناس وندوي مع الناس، وتلقيني مصاحبه مع كاع البنات اللي في الدروبه اللي دايرين بينا، وحتى الولاد، كلشي يعني. زعما ما تبدلتش، كنشوف راسي لاني اجتماعية مع الكل. اجتماعيه، وبحكم انك ساكنه في حي شعبي ما يمكنش ما تكونيش اجتماعيه، لانكم كيف ما كتعرفوا الاحياء الشعبيه هي ماشي دار وحده، هي مجموعه ديال الديور اللي كيعتبروا راسهم عائله وحده. بغاو نتقربوا اكثر من شنو كان كيعجبك مثلا، المواد اللي كانوا كيعجبوك، وشنو حتى المسار الدراسي ما بعد الباك. بحال اي واحد كان عندي حلم انني كنت غادي نكون استاذه ديال الرياضه. علاش؟ لانني الوالدين ديالي وتنشكرهم بزاف بزاف بزاف، الله يطول في عمرهم، دفعوني للرياضه وانا صغيره. انا كنت كندير السباحه وكنت كندير حتى الجودو، انا خديت الميداليه الذهبيه في 95 في الجودو. تيمو يعني كنت كندير بزاف ديال الحوايج، فتيقول لي انت خصك تكوني استاذه ديال الرياضه. لا لا لا، غتكوني استاذه ديال الرياضه من الاحسن. فبقيت غاده بهذه الفكره ديال انني غادي نكون استاذه ديال الرياضه. ولكن ملي خديت الباك بقيت كنفكر وكنقول بانه كان كل عام كيكون التكوين ديال الاساتذه في مدينه من المدن. العام اللي انا شديت فيه الباك يعني مهم تخربق عليا داك الشيء، مابقيتش فاهمه. فدرت لواحد الاتجاه اللي مشى فيه الاخ ديالي الاكبر، هو انني درت الاجازه في الانجليزيه، توجهت الاجازه في الانجليزيه، ولكن بقى غادي معايا داك الحلم ديال انني غادي نكون استاذه ديال الرياضه. حتى الدوغ ملي خديت السنه الثانيه ديالي في البكالوريا بقيت كنفكر عاوتاني شويه، نقول لا لا صافي الرياضه غادي ننساها، غادي نشوف شي حاجه اخرى، غادي ندير استاذه دائما، ولكن غندير استاذه ديال لونجلي هذه المره. بقيت غادي نكملها، درت الدوغ ديالي وانا في السنه، وانا كندير السنه ديال الاجازه ديالي، الوالد ديالي الله يجازيه بخير والله يطول في عمره، وهنا فين تيكون الدور كبير ديال الوالدين، انه تيبقاو عينيهم على الولاد ديالهم، يعني ما تيخليوش غير صافي غادي جاي غادي جاي، ولكن تبقاو متبعين معانا، انت واش عاجبك هذا الشيء، واش هذا الشيء اللي غادي فيه مزيان، واش كذا واش كذا. قال لي شوفي دير لك شي تكوين باش ملي تسالي الاجازه ديالك او موان تلقاي راسك عندك شي ديبلوم اخر بالاضافه للديبلوم ديال الاجازه، داكشي اللي كتقراي، باش ملي تخرجي تلقاي بعدا عندك افاق، ربما تفتح لك افاق، تكوني بعدا ديجا عندك واحد الدبلوم اللي مجدد. وبالفعل درت الدبلوم ديال التسويق، وعندي الاجازه في الانجليزيه، كنتكلم الانجليزيه وكل شيء. فقلت غادي ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، صافي نسينا الرياضه، نسينا استاذه ديال اللونجلي، ودزنا لحاجه اخرى. شويه واحد النهار الوالده ديالي، ونرجع لك دائما الوالدين شنو هو الدور الفعال والكبير ديالهم في الوالدات ديالهم، المواكبه في الدراسه في اي حاجه في المسار ديالهم. كتفرج في واحد الحوار في التلفازه، شكون فيه هاشم اهل البره اللي هو كان صحفي انذاك ومقدم نشره الاخبار في القناه الثانيه، اللي كان في واحد الحوار شنو قال؟ قال انا حاصل على الاجازه في اللغه الانجليزيه في الادب الانجليزي وقريت الصحافه، وتعيط ليا قالت لي إلهام إلهام اجي تسمعي،
هو شوفي راه داير الانجليزيه ودار الصحافه، سيري شوفي الصحافه وانت هي تتهضري وما تتسكتيش وهادي وهادي وهادي. قلت لها واخا، ولكن ماما راه فاتني الوقت ديال الكونكور ديال الصحافه، فات الكونكور ديال المعهد يعني اللي في الرباط. قلت لها سيري شوفي شي مدرسه خاصه وتتشوفي راسك بانكم نتوما اربعه الخوت من عائله متوسطه، يعني بحال غتاكلي لهم من حقهم. وهنا فين تنرجع نقول لك عاوتاني الوالدين ربونا على التضامن ديال انك ما تاخذش حقك، لا كتفكر لكل شيء، انت الوالد ديالك على قدو، الام ديالي ربات بيت، فخصك تفكر لخوتك وما تدفعش الوالدين ديالك يمشوا اكثر من جهدهم. فقالت لي غير سيري شوفي. مشيت شفت المدرسه ديال الصحافه في مدينه الدار البيضاء اللي في درب العمر واللي تكونوا منها بزاف ديال الصحافه ديال الاعلاميين. صحيح اكزاكت. فمشيت وقالوا لي راه كاينه كذا كذا عماين، تقدري ديري التكوين ديال العماين لحقاش انت عندك الاجازه. قلت لي واخا تمام كذا وكذا. هنا فين غندوز المرحله نمشي عند الاب ديالي. قلت لي بابا راه ها كاين وها كاين وها كاين، وبابا راه تمام وهادي. قال لي واش انت باغه هاد الشيء قاده عليه؟ قلت لي انا باغه. قاده عليه؟ قلت لي قاده عليه. متاكده؟ قلت لي متاكده. قال لي انا معك. قلت لي واخا. دموع في عينيا مشيت صليت جوج ركعات وحق الله العظيم عقل عليها بحال البارح. والغد مسكين مشى معايا قيدني قال لي توكلي على الله. بديت الدراسه ديالي الحمد لله كنت متفوقه فيها، ولكن انا غادي الحظ يلعب معايا بزاف. وانه العام اللي غناخذ فيه انا الدبلوم ديالي ديال الصحافه هو العام سنه 2006، العام اللي تم انفتاح فيه ديال المجال السمعي البصري، تحلوا الاذاعات وكل الانفتاح، وبالتالي ما بقاوش غير واحد جوج القنوات واحد جوج ديال الاذاعات وخصك يعني تمحن ولا تمشي على برا ولا شي حاجه. فمشيت 2006 دوزت لونتروتيان في اذاعه ام اف ام، انا داك كانت كازا اف ام، وانا لحد الان باقي عندي داك لونفلوب اللي عطاتني المدرسه باش انني نمشي ندوز ستاج ديالي في القناه التاليه، لانك ملي كتمشي حكا تمشي دوز ستاج ديالك في شي بلاصه، لا كنتي من الاوائل كدوز التلفازه كذا كذا. فهذاك لونفلوب باقي عندي الان لانني ما احتاجيتوش وتم القبول ديالي سنه 2006 في اذاعه كازا اف ام اللي دابا ولات ام اف ام، وانا فيها دابا منذ سنه 2006. نعم. وبالنسبه للعمل في ام اف ام كيفاش جات التدرج؟ دخلتي كصحفيه يلاه متخرجه، كيفاش كان التدرج في ام اف ام حتى ولاو الناس كيسمعوا لك في برامج، كيسمعوا لك في الصباح، كيعرفوك ربما كيسمعوا ام اف ام كيقولوا اه الهام زيدو حيه، ولا واحد يعني رابط ما بينك وبين الاذاعه؟ صراحة التدرج ما كانش سهل نهائيا. علاش؟ لأننا كنا في البدايات كل شيء بادي. في الأول بديت بالنشرات الإخبارية كمعدة تقارير صحفية، كندير التقارير كندوزهم. من بعد وليت ندير النشرة الاقتصادية، من بعد دوزت لجورنال دو لا بورس، وليت في البورصة يعني تما بديت نفهم وتنبحث وتنقرا وبزاف ديال الحوايج. بشويه بشويه بقيت في النشرات الاخباريه لمده طويله، ويعني وحنا كنا صحفيين كثار، ومن بعد عاوتاني كل واحد فينا فين مشى. فبشويه بشويه النشرات الاخباريه كتخليك انك دائما تكون مرتبط بالورقه ديالك اللي انت اللي كاتبها موجدها بزاف ديال الحوايج، كتكون كتقرا الورقه ديالك، ما عندكش الهامش ديال انك تخرج على النص، لانك في الاخبار خصك تعطي النص الخبر. بخلاف التنشيط، التنشيط لا، كتكون انت، كتكون شخصيتك كتبان، كتكون عفوي، كتكون ترفيه، ورصيدك المعرفي، رصيدك المعرفي بالفعل بالفعل، وكتكون عندك تواصل مع المستمعين، مع المتدخلين، مع بزاف ديال الحوايج. فبشويه بشويه تاخرت انا في المساله ديال التنشيط ديال البرامج، ولكن واخا تاخرت مشيت ليها. درت برامج عندها علاقه بالجاليه، درت برامج اخباريه، برامج اللي عندها علاقه بالمراه، وبديت في الصباح في سنه 2011، ومن بعد رجعت ليه دابا في هاد يعني في هاد الاونه الاخيره، رجعت للصباح الباكر لو مورنين ديال الاذاعه اللي الان انا تنقدمه، بالاضافه لواحد الفريق اللي انايا يعني معايا وانا معاه، وان شاء الله كنكونوا اننا دائما نقدموا واحد الماده اللي هي زوينه ومفيده للمستمع ان شاء الله. ونتمنوا لكم التوفيق كل صباح.
شكرا لك، شكرا لك كريم. بالنسبة لك كإعلامية شابة، كيفاش كتوفقي ما بين العمل ديالك، كنعرفوا أن البرامج بقى مستمرة، ما كاينش توقف، ما كاينش عمل عن بعد بالنسبة لبعض الإعلاميين، كيفاش كتوفقي ما بين العمل ديالك وما بين المنزل، خصوصا في شهر رمضان وهاد الظروف ديال حالة الطوارئ الصحية اللي كنعيشوها في بلادنا؟ هو صراحة احنا في الإذاعة وفي البرنامج يعني ما جلسناش بزاف ديال الإذاعات خدات هذا القرار هذا ديال أنها تدوز البرامج ديالها عن بعد، يعني هذه اختيارات مختلفة. احنا في إذاعة ام اف ام ما جاش هذا القرار هذا، وحنا ما يعني ما هذا الاختيار كان من عندنا، وأننا البرنامج ديالنا صحيح تبدل ليه التوقيت في رمضان، كنا كنقدموه من 7 ل 9 وربع، دابا ولينا نقدموا من 8 ل 10، يعني واحد الساعه. الحاجه الجديده هي اننا ولينا كنقدموا بالكمامه، شحال اللي ما كانتش الكمامه دابا ولات الكمامه. فهاد المساله ماشي سهله نهائيا، صعيبه، يعني كتكون كتهضر وانت خصك تنشط وخصك تبقى محافظ على النشاط ديالك وبزاف ديال الحوايج وانت داير الكمامه ديالك، ولكن خصك ضروري تضمن السير العادي ديال البرنامج ديالك وديال النشاط ديالك. فملي كتسالي البرنامج الاكيد انك ما غاديش تبقى في الاذاعه، هنا فين كننتقلوا للعمل عن بعد، التحضير ديال البرنامج عبر يعني عبر في التليفونات ديال المجموعات اللي حنا مجموعين فيهم، تنمشيو للدار كل واحد فينا تيمشي لداره، ومن تما كنلتزموا باش تلتزموا حتى حنا بالحجر الصحي، ونديروا حتى حنا التعليمات بحال كاع المواطنين، باش ان شاء الله هذا البلاء يترفع علينا في اقرب 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 وقت يا ربي ان شاء الله. إن شاء الله. فكنبدا الحجر الصحي ديالي، كنحيد حوايج الخدمه وكنلبس حوايج الدار. شي شهيوات دابا في رمضان، شهيوات تدخلي شويه ضروري ولا لا؟ ضروري. شوفي انا ديما تندخل الكوزينه غير الايامات العاديه، تدخلي ليها شويه ماشي بزاف، كتدخلي لها بزاف في الويكاند حيت كتكوني في الدار، في الايام العاديه كتدخلي لها غير باش كتاكلي، ومن بعد صافي يعني كيكونوا عندك التزامات اخرى، يا اما تاكل في الزنقه يا اما كل مره واشنو، ولكن في الحجر الصحي ما كاين فين تمشي تاكل، لما ما طيبتيش لراسك راه ما عندك ما تاكل. فالحمد لله والشكر لله، عندي حقي من الكوزينه، وتنستمتع صراحه بها والله العظيم. تتلقى راسك بانك صافي ساليتي الخدمه ديالك، اجي تدخل شويه عاوتاني للكوزينه، وعاوتاني تمشي تطلع عاوتاني الجروب شنو تشوف شنو الجديد، عندك التليفون خدام به تلقى الضيوف ديالك وتتعامل معاهم، وعاوتاني ترجع للكوزينه. هادشي اللي كاين هاد الايامات في الحجر الصحي. حاجه وحده اللي ربحتها نقول لكم بكل صراحه، هي انني كنت باغا نقرا اللغه الاسبانيه، ودائما كنت كنتعجز نتعجز نتعجز نتعجز، دابا لا الحمد لله ربحت واحد الوقيته اللي تندخل فيها وتنقرا شويه ديال الاسبانيه، لانني تنبغيها هذه اللغه هذه، وما كانتش عندي الفرصه انني نقراها. فبديت هذه الايامات، فان شاء الله ملي يسالي الحجر الصحي القراصره وليت تنفهم ونقدر نجاوب واخا غير شويه يعني بالاسبانيه. ديري لي امتحان من بعد. غتعلميني دورك، تعلميني الاسبانيه. مرحبا مرحبا مرحبا. بالنسبه للتواصل مع العائله ولما العائليه في رمضان، بغيت تقربيني شويه منها، واش كيكون مثلا جمع شويه ديال العائله، ولا كتحاولوا مثلا تتواصلوا غير بليزابيل فيديو هكا، ولا بمنصات التواصل كتحاولوا تطمئنوا على الحال ديال البعض ديالكم؟ هو في الصريح دابا الحجر الصحي ما كاين كيفاش تواصلي، ما كاين عند من تمشي، ما كاين منين تجي، ضروري تتهضري معاهم غير بالفيديو. الاخ ديالي يعني اللي هو ساكن معنا في الدار البيضاء وتنهضر معاه بالفيديو، الاخوات ديالي حتى هما راه هما تنهضر ما ساكنينش هنا تنهضروا معاهم بالفيديو، الوالد والوالده انا وياهم في الدار، راه انا وكبور والشعيبيه ديالي يعني ناشطين. الله يحفظك وينجيك، يعني مدوزين واحد الوقت اللي هو الحمد لله زوين، استثمرنا يعني استثمرنا الحجر بواحد الطريقه زوينه، ونحمد الله ونشكره لانني كانت عندي هذه الاستطاعه ديال ان هذا الحجر الصحي ندوزو مع الوالدين. هذا الشيء اللي كاين. غنرجع معاك لبعض الطرائف اللي ربما كيصادفوك في تقديم البرامج ديالك، ويقدروا يصادفوك حتى في حياتك اليوميه. منتظر واحد الفيديو ديالك ربما قديم شويه، ولكن ديال واحد السيد كيحاول انه يطلب اليد ديالك للزواج، وكان دار ضجه على منصات التواصل الاجتماعي. نبغي نعرف على منصات التواصل الاجتماعي عفوا، نبغي نعرف كيفاش كان الشعور ديالك في هذا الوضع بحال هكا. كما ذكرتي هذيك الفيديو كانت مستمع من المستمعين اللي يعني صيفط لينا على الواتساب، وانا ما فراسيش خوله اللي مع القسم التقني بقاو تيضحكوا ودوزوا علينا، انا ما كنتش عارفه شنو وقع.
هذا الشخص انا تنشكره وتنقول ليه شكرا للاهتمام ديالك والله يكبر بيك، ولكن النصيب الله يجعل لي النصيب في شي وحده اخرى من غيري. جو الضيوف ديال الوجه الاخر كنحاولوا نسولوهم شنو هي اول حاجه غادي يديروها من بعد ما يسالي الحجر الصحي. بالنسبه لك الهام، شنو هي اول حاجه كتقولي راه مني غادي يسالي هذا الحجر غايقولوا غدا سالا غنمشي ندير هذيك الحاجه؟ شنو هي هذه الحاجه اللي كتفكري انك غديريها؟ بغيت نسافر. كل شيء كيفكر في السفر، كل شيء كيفكر، ولكن مثلا السفر هو الحاجه اللي كتفكري ديريها، شنو الوجهه؟ نتعرفوا شويه على الوجهه اللي تبغي تمشي لها. شوفي غادي يا اما نمشي الشمال حيت كيهضروا بالسبانيونيه، ولا نمشي لاسبانيا باش نشوف راسي واش قريت شويه ديال السبانيونيه مزيان ولا لا. صبري راسي، صبري تشوفي واش نجحتي ولا لا في الفتره ديال ولا ما نجحت. انا صراحه انا من عشاق السفر، تعجبني نسافر، تعجبني نتحرك، واخا غير شي مدينه هنايا قريبه نمشي غير ليله ونرجع. المهم تعجبني لانه ستريس اليومي ديال الخدمه ديالنا تتبغي انك تبدل شويه، تخرج تشم شويه ديال الهواء وترجع. فانا هذه الحاجه اللي بغيت نديرها مورا الحجر الصحي، الا فتحوا لنا التنقل بين المدن وخلاص بين البلدان. لا اظن ان شاء الله نتمنى وان شاء الله ترفع هذه الغمه هذه على بلادنا. يا رب يا رب. شنو الرسالة ديالك للمتتبعين ديالك واللي غيشوفوا هاد الحلقة إن شاء الله والناس اللي أوفياء ليك للبرنامج ديالك؟ أولا تنشكرك ريم، وتنشكر موقع لوسي تانفو على هاد الالتفات الجميلة، وتنشكر الناس اللي تيتابعوني واللي تيتيقوا فيا، ولما تنعطيهم شي معلومة تيتيقوا بها، ولما تيجيو عندي تيدخلوا عندي على مواقع التواصل الاجتماعي عافاك الا واش بصح هادي واش كاينه هادي ولا ما كايناش. شكرا بزاف للناس اللي تيتيقوا فيا، وان شاء الله الله يقدرني انني دائما نكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله نزيدهم اكثر واكثر، زعما نعطيوهم حوايج اكثر ونقدموها للمستمعين، لان المستمع والمواطن المغربي عموما يستحق اي حاجه تكون زوينه. فان شاء الله وباذن الله دائما ربي يقدرنا اننا نقدموا الافضل للمتتبع سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المستمع اللي كيستمع لنا عبر الراديو. ان شاء الله. شكرا جزيلا مره اخرى على تلبيه الدعوه. شكرا لك ورمضان مبارك سعيد.